احتفلت السفارة الباكستانية بالقاهرة يوم الأربع الماضي الموافق 8 سبتمبر 2021 بيوم الصداقة الباكستانية المصرية. وخلال الحفل أكد السفير الباكستاني ساجد بلال بشكل خاص على إحراز تقدم كبير في العلاقات الثنائية بين مصر وباكستان في جميع المجالات، وعلى رأسها المجال الدفاعي اللي شهد تطور كبير لأول مرة بين البلدين. ويبدو أن مصر فعلا على موعد مع صفقة عسكرية ضخمة مع باكستان، وهتبقى بكل تأكيد صفقة تصنيع مشترك. ومن أهم التوقعات للصفقة المصرية الباكستانية، أولا مقاتلات الرعد الباكستانية GF-17 ساندر. مقاتلات الرعد GF-17 ساندر الباكستانية كانت مشروع مشترك بين الصين وباكستان لتطوير مقاتلات متعددة المهام، وكان أول طيران تجريبي للمقاتلة عام 2003، وتم بناء أول 8 مقاتلات في الصين وتسلمتها باكستان بين عامي 2007 و2008، وفي 2009 طلبت باكستان 42 مقاتلة إضافية من نفس النوع، لكن تم تصنيعها في باكستان برخصة من الصين. المقاتلة موجود منها 3 نسخ طورتهم باكستان محليا، وآخرهم هو البلوك الثالث اللي بيشغل رادار إيسا، أحدث نوع من الرادارات في الطيران العسكري، واللي بتستخدمه معظم الطائرات الحديثة من الجيل الرابع المعزز والجيل الخامس زي SU-35 وF-22 رابتور الأمريكية وF-35. كمان تم تزويد البلوك الثالث بنظام HMD، واللي بيمكن الطيار من تتبع الهدف والإغلاق عليه فقط بالخوذة بدون الحاجة لاستخدام أدوات يدوية. وكل اللي بيعمله الطيار إنه بيحرك رأسه ناحية الهدف وبيغلق الصاروخ تلقائيا على الهدف، وده بيتيح للطيار إمكانية عرض الأهداف الموجودة حول كمرة القيادة واستهدافها بكل سهولة. المقاتلة بتوصل سرعتها لأكتر من 2 ماخ، يعني أكبر من ضعف سرعة الصوت، بالإضافة لدمج محرك طيران جديد على المقاتلة وزيادة خزانات الوقود الخارجية وزيادة نطاق القتال باستخدام صواريخ قتال صينية بعيدة المدى زي BL-15، واللي بتتفوق في مداها القتالي على مدى الصاروخ الأمريكي أمرام وحتى الصاروخ الروسي R-77، وده بالإضافة لصاروخ الكروز الباكستاني الصنع رعد اللي تم دمجه على المقاتلة واللي بيوصل مداه ل 350 كيلومتر في نسخته الأولى، وفي نسخته الثانية رعد 2 بيوصل مداه لأكتر من 600 كيلومتر. وغيرها من التحديثات والتطويرات اللي هترتقي بمقاتلات الرعد لمقاتلات من الجيل الرابع والنصف زي مقاتلات SU-35 وMiG-35 الروسية. وبالإضافة للإمكانيات القتالية لمقاتلات الرعد، فتكلفتها اقتصادية جدا وتكلفة صيانتها منخفضة جدا، ما بتتعداش 20% من تكلفة صيانة مقاتلات الرافال أو حتى 50% من تكلفة الF-16، وهتبقى بديل ممتاز لمقاتلات الصف الثاني اللي خرجت من الخدمة في سلاح الجو المصري زي MiG-21 وميراج 5 وفانتوم F-4 وG-7 الصينية. ثانيا صاروخ الكروز بابور أو حتف 7، هو صاروخ بابور موجود منه 4 نسخ هي بابور 1، وهو النسخة الأساسية اللي بيوصل مداها ل500 كيلومتر، وبابور 2 ودي نسخة معدلة بيوصل مداها ل750 كيلومتر وجاهزة للإطلاق من المنصات البرية زي الشاحنات المتحركة أو الفرقاطات البحرية، وبابور 3 ودي نسخة مصممة للعمل على الغواصات وقادرة على حمل رؤوس نووية بيوصل مداها ل450 كيلومتر، نظام جاليليو التابع للاتحاد الأوروبي ونظام بيدو نافيجيشن ساتلايت الصيني، يعني صاروخ فتاك بكل ما تحمله الكلمة من معنى. رغم مدى المتوسط إلا أن تنوع أنظمة التوجيه المدمجة فيه بتجعله صاروخ قاتل بامتياز، وحتى بدون مساعدة نظام GPS فالصاروخ قادر على إصابة أهدافه البرية والبحرية بدقة عالية، وده لأن باكستان قدرت تطور نسخة محدثة من الصاروخ بتتضمن إلكترونيات طيران متطورة، ونجحت بالفعل في الاختبارات اللي أجريت في 14 ديسمبر 2016. صاروخ الرعد بيوصل مداه 350 كيلومتر في الساعة في نسخته الأولى، وال600 كيلومتر في نسخته الثانية رعد 2،